اللي فتح المايك يحكي ماله بطل. طيب انا بعرف ان هذا الاسلوب انوينج، انتم متعودين الواحد يشرح المحاضره وخلص دكتور اشرح لنا المحاضره، فيش داعي للدسكشن مزبوط؟ لا مو هيك، بالعكس هيك احسن، اصلا نطمن اكثر. وقت بكون ما في تواصل بكون صعب كتير، بعدين بكون عبالنا سؤال وما بنقدر نسأله. طيب سوسن، شو بتتوقع الالرجيك راينايتس؟ شو الادويه اللي بنعطيها الالرجيك راينايتس؟ واحد يجي عندك على الصيدليه كوميونتي فارما سوسن صح؟ ايه انتي هيستامين صح، طيب شو كمان غير الانتي هيستامين؟ والكورتيزون، كلاميتازون، آه بيتا ميتازون، دكسا في اشي صح، قبل الاستيرويد؟ انسيد مثلا، بس دقيقة معنا هون، بس دقيقة بالله. طيب الانسيد، لا احنا ما بنستخدم انسيد، في اشي قبل الانسيد يا سوسن. انتي هيستامين حكيتي عن الانتي هيستامين، استخدم السيدو افيدرين، يعني بستخدم انتي هيستامين بعدين انتي هيستامين كومبايند وذ سيدو افيدرين صح، بعدين نطلع على الستيرويد مزبوط. يعني واحد اذا اجى عندنا مريض والله عنده، يعني دائما تذكروا التريتمنت اوف اليرجيك راينايتس بيشبه تريتمنت لاشي معين. ايش هو؟ أزمة، مش الازمه، الفلو لايك سيمبتومز اليرجيك راينايتس، يعني في بروبلم وين؟ بالإميون. لا لا، وين البروبلم؟ اي بارت في الاناتومي في الجسم؟ راينايتس شو يعني؟ بالأنف. بالانف تمام. ايش المشاكل اللي بتصير عندنا في الانف بنحتاج لها؟ اكثر شيء الفلو، الانفلونزا تمام. نيجي بنعطي هالادويه ترايفيد، ترايفيد بلس، الاشياء اللي بتحتوي اللي هي البنادول كولد اند فلو، تحتوي على الانتي هيستامين وبتحتوي على ايش؟ اسيدوفيدرين مزبوط. طبعا بالاضافه لهي الاشياء ممكن نضيف الباراسيتامول علشان انه في انفكشيوس كوز تمام. فنرجع للشيء اللي حكته الاء، في عندنا تايبس اوف اليرجيك رانات، في عندنا انفكشيوس وفي عندنا نون انفكشيوس. عرفتوا ليش انا حكيت هاي المعلومه؟ طيب نيجي نحكي عن الالرجيك راينايتس الان المحاضره كامله. الهدف من استخدام هذا الاسلوب اني انا بطرح اسئله بس علشان نجهز البرين لاستقبال المعلومات، ما راح اضيف اشياء كثير عظيمه عندكم على السلايدات تمام، ولكن احنا الان هدفنا انه نجهز بس البرين لاستقبال المعلومات اللي نحكيها، بحيث انه تقراوها قراءه ما في داعي اصلا تدرسوا على الماده سهله، يعني الالرجيك راينايتس ماده سهله فللتسهيل عليكم تمام. نبلش، راح ابلش لما تقولوا لي بلش دكتور. تمام ده. تمام طيب هسا يوم نيجي نحكي احنا اليرجيك راينايتس از ذا موست تمام دكتور بلش. تمام طيب يوم نيجي نحكي على الاليرجيك راينايتس از ذا موست كومن اتوبيك ديزيز، معناته في اذر تايب اوف اتوبيك ديزيز. شو يعني هاي؟ يعني شو دكتور شو بتقصد بهذا الشيء؟ في عندنا اذر تو تايب اوف اتوبي. اخذته في الثيرابي، انه اخذته ثيرابي تو صح؟ اللي هي الأزمة، خدتوها ولا ما أخدتوها؟ تفاعلوا بسرعة عشان ما نضيع الوقت. واحد يقول لي أخذناها دكتور، شو أخذتوا فيها دكتور؟ بس هلأ مزدين المادة. طيب يوم دائما إحنا نشرح مرض الأزمة في الثيرابي السي أو بي دي والأزمة. طيب تمام، يوم نشرح مرض الأزمة والسي أو بي دي، طبعا مش السي أو بي دي، الأزمة إحنا بشكل عام، بنقولكم إنه هذا إذا أتوبيك ديسيز، يعني يوم يكون المريض عنده أزمة لازم تدور على مرضين ثانيات غيرهم. اذا المريض عنده اليرجيك راينايتس لازم تدور على مرضين ثانيات، اذا المريض عنده اتوبيك ديرماتايتس لازم تدور على مرضين ثانيات. هذول الثلاث امراض اللي حكيتهم بنسميهم اتوبيك ديزيز. اجمالا اذا كان عندي اليرجيك راينايتس بدي اشوف هل المريض عنده ازمه او اتوبيك ديرماتايتس. مش بالضروره كل المرضى يكون عندهم مرض او مرضين او ثلاث، ممكن يكون المريض عنده اليرجيك راينايتس وان اتوبيك ديزيز. لكن في علم الدياجنوسيس يوم المريض يجي يقول والله احنا شخصناه از اليرجيك راينايتس، الطبيب الشاطر بحاول يتاكد انه المريض هذا ما عنده ازمتك، الفاتح المايك يسكره عشان ما يعمل صدى صوت. تمام بس يعمل، مين اللي فاتح المايك؟
تمام، عشان اكمل بديش انا يصير في ازعاج للطلاب يوم يسمع الفيديو. ف واضح الكلام اللي حكيته. اذا كان عندي المريض عنده اليرجيك راينايتس، الان هم نعالج الاليرجيك راينايتس، بس الطبيب لازم تو فيرذر انفستيجيت اتليست مره واحده في حياه المريض، تو رول اوت او اكسكلود الاذر اتوبيك ديزيزز من هالازمه والاتوبيك ديرماتايتس. بس عشان اوضح ما حدا يفهم كلامي خطا، هذا لا يعني اذا المريض عنده واحد من هذول الثلاث يكون عنده اثنين او ثلاث، لكن احتمال يكون عنده مرضين او الثلاث مع بعض، في احتماليه لهذا الشيء. تمام؟ فيوم نيجي نحكي اليرجيك راينايتس از ذا موست كومن اتوبيك ديزيز، اكثر واحد من الاتوبيك ديزيز اللي هي الازمه والاليرجيك راينايتس والاتوبيك ديرماتايتس. تمام؟ طيب يوم نيجي نحكي allergic rhinitis معناته في allergen، سواء كان هذا allergen infectious أو non-infectious. هذا allergen بيعطيني nasal symptoms. تمام؟ فيوم يصير في عندي هون inflammation of the sinus، طبعا نحكيش على acute sinusitis بس إجمالا of the nose، بيصير في عندي allergic rhinitis. وقلنا allergen إما بيكون infectious أو non-infectious، وبناء على type of allergen إحنا ممكن نحدد، يعني ممكن نحدد، مش هاي الاشي الوحيد، ممكن نحدد التايب اوف اليرجيك راينايتس. تمام؟ طبعا فينا بعض الاشياء النظريه اللي يعني مش كثير احنا كلينيكلي عندنا امبورتنت، بس بناخذها بعين الاعتبار، انه بيحكوا لك it takes at least 2 years of exposure to allergen airborne environmental allergen to develop allergic rhinitis. هذا جنرالي سبيكينج مع كل المرضى. تمام؟ لكن في بعض المرضى بينولد وقبل ما يصير عمره سنة ممكن يصير عنده allergic rhinitis، فمش دائما بيحتاج سنتين. لكن هذول المرضى اللي أنا حكيت عنهم very rare، نادر جدا. وإذا صار في عندي allergic rhinitis continuous بعد الست شهور لسنة، معناته هذا المريض لازم نظن نعمل له، نتأكد أنه ما يصير في عنده develop أزمة early اللي هو pediatric أزمة، لأن بيكون هذا المريض على الأغلب عنده risk أنه of other atopy. تمام؟ هاي النقطة من نحطها بعين الاعتبار. إجمالاً الألرجي عشان يعطيني كرونيك ألرجيك أو يصير في عندي مش ساين، تعرفوا أن الألرجي كرانيتس could be a sign could be a disease. إحنا قاعدين نحكي هون عن definition of a disease of allergic rhinitis، فعشان هيك بنحكي at least take 2 years في عندي لازم يكون كرونيك exposure للألرجين. ما دا كان في عندي acute وراح، معناته هذا signs more of a signs of acute allergic rhinitis more of attack. تمام؟ فزي ما حكينا برجع بحكي الاليرجيك راينايتس تحتاج سنتين، لكن في بعض الاحيان ممكن تحدث اقل من سنه. هذول المرضى اذا حدثت عندهم يو هاف تو اكسكلود او رول اوت الاذر تايب اوف اتوبيك ديزيز اللي هم الازمه مين اللي في الاطفال والاتوبيك ديرماتايتس. تمام؟ لانه ممكن يكون في عندي في هاي الحاله هذا المريض عنده جينيتيك بري ديسبوزيشن، في عنده الكلاسيكال اتوبيك ديزيز الثلاثه، ممكن يكون وممكن يكون اثنين. تمام؟ في حد عنده سؤال لحد الآن؟ في حد عنده سؤال؟ دكتور. طيب يوم تقولوا لي لا بعرف إن الصوت مستمر ما فيش أي مشكلة، فلازم تردوا علي لأني راح أظني مكمل، فبديش يكون في مشكلة عندي في الصوت. تمام؟ طيب تمام هيك. طيب عملية البريفالنس اوف اليرجيك راينايتس طبعا هي اقل شيء في الاطفال اللي عمرهم اقل من سنتين. كمر صابرين معنا انت ورغد انيس معنا ولا مش معنا هذول؟ تمام لانكم بعتين لي مسج انتم. لا ظبط مش الحال. مش الحال اذا هيك تمام، يعني قمر ورغد موجودين الثنتين. تمام طيب كويس. الان نرجع نكمل. في عنا يوم نيجي نحكي عن allergic rhinitis the prevalence of allergic rhinitis، حكينا lowest في البيدياتريك يعني اقل من 5 سنوات، بس هذا ما لا يعني انه ما بصيروا في هذا العمر، بصيروا، لكن اذا بنقارنهم مع الادلت مينلي اللي اعمارهم من 20 ل 40 سنه واكثر ناس منهم من 30 سنه، لا هذول مور كومن ان يصير في عندهم allergic rhinitis. تمام؟ فاذا ما كان في عندي genetic predisposition في الاطفال، نادر جدا ما يصير في عندنا allergic rhinitis باقل من 5 سنوات، لانه على الاغلب هذا الطفل ما بيتعرض للاذر تايب اوف allergy
او الاليرجن بشكل عام، تمام. لكن بهدول بدكم تنتبهوا الشيلدرن او البيدياتريك بشكل عام بيكون عندهم البكتيريا الانفكشيوس كوز اوف اليرجيك راينايتس، بس ما بيكون ديزيز، بيكون از ا سيمبتومز از ا باي برودكت للانفكشن، تمام. فممكن يصير في عندي انفكشيوس اليرجيك راينايتس، بس هذا بمعالجه الانفكشن بيروح، تمام. فعلشان بس نعطيكم المعلومه واضحه وما نضلنا نحكي بطريقه نظريه، اذا بنيجي نحكي از اليرجيك راينايتس از ا ديزيز نقصد فيه التيبيكال اليرجيك راينايتس، مش الانفكشيوس، النون انفكشيوس تيبيكال اليرجيك راينايتس اللي احنا كنا بنعرفه، اللي هي حساسيه اللي بتصير في الانف، تمام. وهي طبعا الانواع اما يعني راح نحكي عنها الان ان شاء الله، اما بتكون سيزونال او بيرينيال، او في تصنيف ثاني انترميتنت او بيرزيستنت راح نحكي عنه. اذا بنيجي نحكي على كلاسيكال اليرجيك راينايتس از لوست ان تشيلدرن مور ذان 5 ييرز اولد. لكن اذا جيت قلت لك والله في عندي مريض اقل من 5 سنوات عنده اليرجيك راينايتس، هذا بيكون على الاغلب انفكشيوس كوز عنده. فإذا كان في، لأنه بدكم تعرفوا إنه الأطفال في الأقل من 5 سنوات بيكون عندهم الانفكشن كومون. طبعاً ليش أنا بعمل استرس على هاي المعلومات وبعيدها؟ لأنه بهمني في مادة الـ OTC تفهموا المادة بهاي الطريقة، لأنه أنت هاي الأشياء بيجي المريض عندك على الصيدلية بيجي بأخذ أنتيهستامين، وعلى الأغلب الصياد للأسف ما بيكون في كونتاكت، ما بيسألوا أي سؤال. فممكن بعض الأشياء السمبل الأنتيهستامين تكشف لنا أشياء ثانية، ممكن المريض تكتشف انه عنده اليرجيك راينايتس مش ساينز او سيمتومز، ممكن يكون عنده ديزيز، ممكن يكون عنده هذا ازمه از بروجريسنج، حسب طبعا بنحكي على التايب اوف ذا بيشنت، انا بحكي جنرال سبيكينج، تمام. فدائما وابدا لازم تكوشن هاي الامور يوم يجي المريض يحكي معك فيها. في حدا عنده اي سؤال لحد هون قبل ما نحكي عن انواع الاليرجيك راينايتس؟ دكتور اسألي احكي. لا الصوت شوي بيقطع، اخر معلومه ما فهمتها عن الاطفال. اخر معلومه قطه يعني الصوت كان قطع. طيب تمام، يوم الصوت يقطع خبروني يا جماعه عشان زملائكم اللي يعني اللي مش موجودين بدهم يسمعوا المحاضره يحكوا. طيب نيجي نحكي عن معلومه الاطفال، بنعيدها ما في مشكله. الان الاطفال اللي عمرهم اقل من 5 سنوات، اذا بنيجي نحكي على الالرجيك راينايتس از كلاسيكال الالرجيك راينايتس بين قوسين نون انفكشيوس، هذا بيكون رير بهذا العمر او اقل شيء، خلينا نحكي بلاش رير لوست ان تشيلدرن ليس ذان 5 ييرز. لكن بدي اياك تعرف انه هذول الاطفال عندهم الريسك اوف انفكشن عالي، خاصه الابر ريسبيرتوري تراك. يجي عنده allergic rhinitis بس هذا due to infectious causes. على الأغلب هذا إذا ما صار في continuous problem of يعني continuous infection problem بروح allergic rhinitis، فهي lowest as non-infectious cause. لكن إذا بدك تنتبه أنه يوم تعمل assessment أنه الأطفال بهذا العمر ممكن يكون يصير في عندهم infection، وبالتالي بيكون عنده allergic rhinitis، فممكن يحتاج استخدام الادويه الانتي هيستامين او الديكونجستنت، تمام. لكن هذول الاقل من 5 سنوات اذا ما عنده ازمه ما بيستخدم الستيرويد. هاي الان اعطينا لكم المعلومه بطريقه مختلفه، لانه الكرونيك اليرجيك راينايتس هم اللي بيستخدموا الستيرويد، اللي هم مودريت تو سيفير كيسز اوف اليرجيك راينايتس ذات ار نوت ريسبوندينج تو انتي هيستامين او سيدوفيدرين، تمام. فهذول على الاغلب مش المرضى اللي اقل من 5 سنوات الا اذا كان عندهم ازمه، هاي بتكون رير كيسز، تمام. نكمل، واضحة المعلومة كانت؟ تمام. طيب هسا على الاليرجيك راينايتس they theoretically classified it for understanding as seasonal or perennial أو ممكن نحكي persistent أو intermittent. WHO World Health Organization قسموها بهذه الطريقة. seasonal يعني موسمي. إجمالا يوم نيجي نحكي seasonal، وين هذا اللي بيكون seasonal؟ يعني بنحكي عن أشياء معينة على الربيع مثلا، يوم يصير في عنا في ناس بتحسسوا من العشب، بس يشموا ريحة العشب الجراس بتحسسوا، أو من طلح الزهور أو من الزيتون مثلا، فهذا بسموه سيزونال الموسمي. يوم تطلع هاي الزهور على الأغلب بصير في حساسية. برينيال يعني كونتينيوس يعني سنوي، تمام. السيزونال بشكل عام بيكون بريدكتابل، خلص الآن بلش عنا الربيع بنبلش الحساسية. معظم المرضى اللي عندهم أليرجيك راينايتس حسب طبعا التايب اوف أليرجي ممكن يا اما يبلش مع هذا يستخدم الانتي هيستامين، بتلاقي دائما بجيبته
قاعد الانتي هيستامين او كومباين مع سيديوفيدرين مع بدايه موسم الربيع او الظهور طلع الزهور وهاي الاشياء تمام. وهذول قلنا ريبيتيتيف يعني كل سنه بيصير معهم. وفي بعض الناس بياخذوا انجكشن انجكتبل بقول لك انا الاورال هذا باخذ الابره وخلاص مع بدايه الربيع وبتتحسن اموره تمام. الان البريني اللي معناته في عندنا سيمتومز ار بيرزست ثرو اوت ذا يير ويذ اوت اني اوبفيوس سيزونال باترن. يعني ما في عندي والله لان القراص العشب مش راح يضلوا السنه في فصول ثانيه شتاء وخريف تمام. فهون في هاي الحاله في عندي كونتينوس ريزون لعمل الالرجيك راينايتس. فهون في العاده في بيكون عندي كونتينوس بري ديسبوزينج فاكتور للالرجيك راينايتس تمام. الدبليو اتش او قسموه انترميتنت وبيرزيستنت يعني متقطع على الاغلب بيكون سيزونال او بيرزيستنت ثرو اوت ذا يير اقرب للبرينيوم. طيب نيجي نحكي عن هذا الجدول اللي هو بيعطيني كومباريزون بين ديفرنت تايب اوف راينايتس. في عندنا زي ما حكينا الالرجيك راينايتس اللي احنا كنا بنعرفها اللي هي اللي حكينا عنها. في عندنا الانفكشيوس راينايتس تكون اما فايرال او بكتيريال ديو تو انفكشيوس كوز ذا الرجين از ذا انفكشن تمام. في عندنا الفازوموتور راينايتس في عندنا الراينايتس ميديكامندوزا منتوزا. الان طبعا هاي قضيه السيمتومز اجمالا للامانه كلهم يعني الالرجيك راينايتس والانفكشيوس راينايتس بيتشابهوا بالاضافه انه الانفكشيوس بيكون في فيفر. فمعظم المرضى اللي بالانفكشيوس بياخذوا زي ما حكيت البنادول كولد اند فلو او الترايفيد بلس اللي بيحتوي على الباراسيتامول فور فيفر انتي هيستامين وسيدوفيدرين فور ذا الالرجيك سيمتومز او سيمتومز كلاسيكال او ميميك للالرجيك راينايتس تمام. وفي عندنا الالرجيك راينايتس نفسها راينوريا ونفس هاي الاشياء. بس انتبهوا هون في الفيفر في الانفكشيوس حكينا مور كومن ان تشيلدرن بس عشان نعمل لينك مع الاشياء اللي كنا نحكيها على اقل من 5 سنوات. اسالي. في مشكله بالصوت كانه ما بعرف اذا بس عندي انا. طيب في حدا شعر بهاي المشكله؟ الجميع الثانيين اللي عنده مشكله يحكي. في حدا الصوت عنده واضح؟ انا واضح دكتور. دكتور هاي من النت حسب النت اللي عندنا. طيب بس يعني اذا كان عند واحد واضح فعلى الاغلب بالستريمينج بيكون واضح ما في مشكله. بس عادي احكي لي اذا انك مش فاهمه بعيد الا ايش اللي ما فهمتيهوش. لا خلص تمام كمل. اكيد اكيد. طيب في شغله يا جماعه اذا كان عندكم افيلبل كمبيوتر افضل تستخدموه من الموبايل لانه الموبايل عندنا 3G خاصه الان لانه الان في عندنا حجر صحي في الاردن فكل الناس قاعدين على الموبايلات وعلى الانترنت تمام. فيعني بيكون الاستابيليتي على 3G اقل الموبايل ماشي وحتى على الوايرلس. فاذا كان في كمبيوتر عندكم بيكون افضل. لكن انا بعرف ان الكمبيوتر مش ممكن يكون ابليكابل لكل الناس. في ناس تحب تستخدم التليفون بس جنرال سبيكنج يعني هاي نصيحه. اوكي نكمل. طيب في عنا الفازوموتور راينايتس. فازوموتور راينايتس هسه بدنا نحكي هاي شو قصتها او بدنا نسالكم عنها فيها بشيء. طيب هاي بتكون على اغلب راينوريا كونجستشن فقط. الاعراض الثانيه ما بتكون موجوده. الراينايتس ميديكامندوزا بحكي عنها لحال هي لها خصوصيه ثانيه. في الباترن برينيال سيزونال للالرجيك راينايتس حكينا عنهم. الانفكشيوس اني تايم يعني هاي بس يصير في انفكشن بصير في عندي الالرجيك راينايتس تمام. الفازوموتور راينايتس هاي برضو اني تايم تمام. طيب الفاكتور اسوشيتد زي ما حكينا بالالرجيك راينايتس كونكرت اتوبيك ديزيز او اذا في فاميلي هيستوري اذا في جينيتيك بريديسبوزيشن. الانفكشيوس ما في اسوشيتد فاكتور اكسبت الانفكشن تمام. الان الفازوموتور راينايتس افكت وومن برايمرلي سترونج اودور الكحول ستريس تشينج ان هيوميديتي اند تمبريتشر. في شغله هون بدنا نحكي عنها وفي شغله بدنا نسالكم عنها. السؤال بدنا نسالكم عنها هيك هي واضح افكت وومنز برايمرلي ليش؟ في حدا بيعرف اول شيء؟ ممكن له علاقه بالاستروجين او هيك. Good thinking, logic. مين اللي حكى؟ أنا. سوسن. طيب هذا logic thinking, logic way of thinking. مين عنده طريقة ثانية أو عنده سبب ثاني؟ والكمان بيكونوا contact كتير مع الأشياء الروائح وهيك طبخ وهيك. كمان very logic. في حدا عنده إشي ثاني؟ طب أنتوا كلكم مقتنعين بإجابتها؟
واحد يقول لي لا هيك او كمان البنيه، بنيه الانف بتكون مختلفه عند يعني الومن اكثر من المن. هاي معلومه ما اخذتها من الثيرابي، بس احنا بنحكي عن الومن اكثر من المن ولا شو كمان؟ طب قيل هاي المعلومه على الاطفال؟ على الاطفال البنات والاولاد لحال؟ لا الاطفال يعني بشكل عام وادلت، وفي عندنا ميل وفيميل. ماخذينها في الثيرابي هاي ولا بعدكم ما اخذتوها؟ لا بعد لسه ما اخذنا هيك شيء. اخذتوا هالاشياء؟ طب كيف فكرتي في الاناتومي للنوز؟ يعني هيك خطر لي هيك بس، انه يعني اخذنا بالتشريح احنا ماده انه قبل انه يعني ونحن بعدين بكون انه اضيق وهيك يعني بكون الانف وهيك، حسيت انه ممكن احنا نكون عرضه اكثر. طيب مين بيعطيني المعلومه اللي حكتها زميلكم كامله؟ هي غششتكم هسه. طيب عشان تكون الجيوب الانفيه كمان بتكون كثير، الجيوب الانفيه بتكون اكثر عند النساء صح؟ بس هاي خليها طيب خليها هاي لبعدين، بدناش ندخل تفاصيل اخرى، بس احنا عشان سؤالنا يكون واضح للكل، بدايه المحاضره الجاي في واحد منكم بدي يحكي لها عن هذا الشيء، وعلى الاغلب انت سوسن. تمام، انت حكيتي ثلاث اشياء وشغله منهم مهمه، بدك تحكي لي اياهم بالتفاصيل الثلاث اشياء، تقولي لي اياهم منهم صح وايا اهم شيء فيهم. If you google it الان بتطلع لك، بس انا ما بدي، بدي الكل يدور على هاي المعلومه، لانه كفازو موتور راينايتس يعني او بشكل عام اذا بدناش ندخل بالتفاصيل النظريه، ليش مثلا افكت وومنز برايمر لهاي النوع؟ يعني في شويه تغشيش، سترونج اودر، الكحول، ستريس، تشينج ان هيوميديتي اند تمبريتشر، هذول فاكتورز ما لهمش دخل في الومن، بس هذول فاكتورز اذر فاكتورز لا كوزز للفازو موتور راينايتس. يعني بمعنى اخر في واحد بقول لك والله رشيت عطر بصير يعطس صح؟ الآن إذا هاي الحساسية عنده مستمرة من العطر بصير في عنده إشي بيسميه فازوموتور راينايتس. في بعض الناس في بعض الأوقات في الهيوميديتي إذا بغير الغرفة جوها من بارد لحامي بصير في عنده على طول، يصير يعطس على طول ما بيقدر يتحمل، هذا اسمه فازوموتور راينايتس. هل النساء أكثر عرضة لهذا الإشي من الرجال؟ بدها جاوبنا عليه سوسن المرة الجاية، بس هاي المعلومة مهمة يا جماعة اللي راح أجيب لنا عنها، مهم جدا بهمني تعرفوها. اذا في دائما جندر ديفرنسز انت كفارماسيست لازم تعرف هاي الجندر ديفرنسز، الهدف منها عشان استباقيا تعمل ريفيرال للدكتور، او اذا في حال بدك تعطيه ادويه اوفر ذا كاونتر تكون انت فاهم ايش اللي بتعمله. اتفقنا؟ الان نحكي عن الراينايتس ميديكامندوزا، واضحه هاي دائما بظني احكيها الدي كونجستنت، متذكرين يوم حكينا في بعض في بدايه المحاضرات اللي هي الانترودكشن عن الماده الاو اوفر ذا كاونتر، وفي كيف الامريكان اكاديمي بيدياتريك الانتي هيستامين والدي كونجستنت ما بفضلوا اعطاهم باقل من 4 سنوات، يعني ما بفضلوا اعطاهم باقل من 4 سنوات without physician او هيلث كير بروفيشنال سوبرفيجن، أو حكينا لكم أنه هاي الأدوية ما بتفيدش أكثر من 3 إلى 5 أيام، متذكرين هاي الأشياء؟ لأنه في عندنا كونديشن، فيش حدا مجاوبني طبعا، متذكرين؟ واحد يقول لي متذكرين أو مش متذكرين دكتور. ذكرت دكتور، ذكرناه تمام. الآن في عندنا كونديشن اسمه إما الريباوند كونجستشن، إحنا sometimes we refer as rebound congestion أو rhinitis medicamentosa mentosa. المريض إذا صار في عنده rhinitis medicamentosa you have to be careful next إنك تعطيه decongestant. تمام، وبدك تعمل balance، هل balance out with the risk، لأن rhinitis medicamentosa بتعمل عندنا rebound congestion، وهذا rebound بيكون أسوأ من الكونجستشن الأول or very annoying. تمام، فهاي بنسميها احنا تكافيلاكسيس تو تيبيكال دي كونجستنت. شو يعني تكافيلاكسيس؟ تكافيلاكسيس يعني بارادوكسيكال افكت، انا بعطيته تريت كونجستشن فصار في عندي تاكي فيلاكسيس، صار في عندي كونجستشن زياده. تمام، فاهمينها هاي؟ يعني انا بعطيه على يعني انا اعطيت دي كونجستنت ليش؟ علشان اعالج الكونجستشن، صار في عندي كونجستشن سيفير
فهذا احنا في العلم بنسميه بارادوكسيكال افكت. الدواء اعطينا له شيء واعطى مفعول عكسي. طبعا الراينايتس ميديكامندوزا بتبلش تظهر بعد الثلاث ايام، علشان هيك احنا دائما وابدا هاي الادويه يعني طبعا انلس يعني البيشنت في عنده اذر بيشنت فاكتور، مثلا المريض عنده سيفير مثلا الرجيك راينايتس، في هالحاله طبعا الكونجستشن ما بيستمر في الالرجيك راينايتس، اعراض الالرجي بتستمر، فانت بتحتاج الانتي هيستامين اكثر. فاجمالا الدي كونجستنت ما احنا بنستخدمه اكثر من خمس ايام، بنستخدمهم حسب الحاجه حسب الاتاك. واذا صار في نيد لاستخدام الدي كونجستنت كثير مع الانتي هيستامين، هون يو هاف تو ريفير باك البيشنت للدكتور. فممكن هون في هالحاله يبلش يعمل ابجريد للتريتمنت ويعطيه نزل ستيرويد. تمام، ف كاستخدام دي كونجستنت احنا ما نفضل استخدامه اكثر من كرونيكلي يعني اكثر من 3 to 5 days. والسبب انه ممكن يعملنا راينايتس ميديكامنتوزا وممكن يعملنا وورسنينج للالرجيك راينايتس. واذا كان المريض عنده اذر فاكتور ازمتك بيعمل بلوكيت سام تايمز ريرلي للاير واي، فبيعمل كومبليكيشن اكثر. تمام، في حد عنده سؤال دكتور؟ سؤال هلا يعني هلا يعني مثلا شخص ضل يستخدم القطرة لأكثر من خمس أيام وصار معه هاي الحالة، طيب وكيف بده يعني يحسن الوضع؟ بس بيوقفوا هيك يعني ممكن ضل تستمر الأعراض ويكون متضايق كتير، يعني شو الدواء اللي لازم ياخده هون؟ طيب احنا زميلكو سألت سؤال، ومن خلال سؤالها أنا بدي أسأل سؤال ثاني. هل الراينايتس ميديكامندوزا بتصير من القطرات فقط ولا من الأورال أو السيستميك ديكونجستانت؟ هلا اكثر شيء انا بعرف انه بالقطرات بينصحوا انه من يعني انه يعني نحن ما نطول فيهم 3 5 ايام هيك يعني بالكثير، طيب انه بعدين ما نرجع نستخدمهم. طيب وبالنسبه للسيستمك؟ ما بعرف. طيب حسام، طب بصير او ما بصير؟ بصير زي ما حكت زميلتكم، القطرات اجمالا اكثر عرضه لانها بتعمل لوكال اكشن. تمام، لكن السيستمك هذا بيضله في الجسم اكثر، أورال بيتم امتصاصه. تمام، فالسيستميك كمان بيعمل. فإذا المريض من القطرات أو من السيستميك صار في عنده راينايتس ميديكامندوزا، you have to be careful من إعطاء الاثنين. تمام، هذا الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني من السؤال إذا أنا فهمته، طب إذا المريض يعني مش قادرين نعطي ديكونجستنت، زي ما حكيت لك you have to refer back to the doctor، على الأغلب راح يعمل upgrade للتريتمنت، لازم يعمل further assessment، بدي اشوف هل هالسبب هذا مثلا الريسبونس للتريتمنت، هل هو السبب الديزيز نفسه، هل في اذر بري ديسبوزنج فاكتور مثلا. يعني مثلا احكي لك اذا كان الاستيمولوس موجود يو هاف تو افويد الاستيمولوس، يعني دائما وابدا يو هاف تو افويد الاستيمولوس اللي عامل لي الالرجيك راينايتس قبل ما انا اجي يعني استخدم الدواء باستمرار. اذا ما في استيمولوس مثلا الاستيمولوس از نوت يعني بريزنت، الآن نشوف إذا في disease factor موجود عمل هاي المشكلة، عمل resistant للتريتمنت أو لا. إذا اتأكدنا أنه هاي الفاكتورز كلها مش موجودة، على الأغلب راح يعمل upgrade للتريتمنت. في هالحالة المريض نفسه صار في progression للديسيز عنده، بيحتاج يستخدم الستيرويد. في هالحالة بدكم تنتبهوا لشغلة مهمة في الallergic rhinitis، لا يعني من النصائح أنه ما تعلم المريض يعمل abuse للستيرويد. يعني متذكرين فكرة step up والstep down في الأزمة؟ إذا المريض تحسن لا تخليه يستخدم الستيرويد، نزله على الأنتي هيستامين. طبعا ما في كرايتيريا وما في جايدلاينز للستيب أب والستيب داون في الألرجيك راينايتس، بس الكونسبت هذا لازم تطبقه في الألرجيك راينايتس. إذا المريض تحسن أنا ما بخليه على الستيرويد، لأنه راح يصير بعد فترة عنده ستيرويد ديبندنت. تمام، فدائما بتخليه على المينيمم إفكتيف دوز أوف ستيرويد، وإذا تحسنت حالته برجعه على الأنتي هيستامين. اتفقنا هاي الأشياء؟ جاوبت على سؤالك يا سوسن؟ اوكي سنتر. طيب الان نيجي على السلايد الثاني اللي بعده. في عندنا حكينا الانواع، في عندنا ديفرنت تايب اوف اليرجي، لكن الدست مايت نحكي قاعدين على البرينيال اليرجيك راينايتس، وحكينا عنها يعني المستمر اكثر الكونتينوس اكسبوجر. في عندنا ديفرنت تايب للدست مايت، في عندنا الكوتن سيد، الفلاكسيد، الالرجين ممكن من الفود. طبعا الفود انتم بتعرفوا انه ممكن سيرتين تايب اوف فود تعمل لك الرجيك راينايتس. الفود اللي بتاخده سيستميكلي ممكن ينفرز يعني بعض المواد
تزيد الريسك اوف اليرجيك راينايتس. واذا كان المريض عنده اليرجيك راينايتس في بعض الادويه في بعض الاطعمه اسف ما بيستخدمها، مين بيقول لي فود هيك كومن ممكن يعمل هالاشياء؟ في ناس عندهم حساسيه من الزهره، في حدا بيعرف شو يعني زهره؟ الزهره اللي زي البروكلي بس لونها ابيض. مين اللي ضحك؟ لا معروفة دكتور، شو مقلوبة الدنيا. أيوة، في ناس بصير في عندهم حساسية من الزهرة، بصير في عندهم إشي بسموه الأتوبيك ديرماتايتس. دائما هاي الأطعمة يعني طبعا ما بنقدر نيجي نقول هي فقط على هاي الأكلة أو إشي، أي إشي أنت بتاكله بصير في عندك حساسية من الجسم، بصير في إيميون رياكشن إله، إذا أنت في عندك حساسية من هذا الفود حسب التايب أوف إيميون رياكشن. بس أنا ضربت مثال على نوع من أنواع الأطعمة المرضى بتبلش عندهم الحساسيه انهم بيصيروا يحكوا في الجلد لاتوبيك ديرماتايتس. هذول المرضى اذا كانوا ازمتك برضه بنحاول ما نعطيهم، لانه احنا قاعدين نحكي الاتوبيك ديسيز بيعمل اكسسيربيشن حتى للازمه، بتصير بري ديسبوزنج فاكتور انها تعمل لنا مشاكل، بتصير تعمل لنا مشاكل للالرجيك راينايتس. فمين اللي بيعرف اكثر شيء التايب اوف اليرجين؟ المريض نفسه. فهون لازم انت يوم تحكي معاه في الصيدليه لازم تشوف ايش انواع الالرجين بتعمل له مشاكل، ونمبر 1 قبل ما تعطيه التريتمنت لازم تو افويد الالرجين، لانه اذا كان الالرجين بريزنت للتريتمنت قد ما كانت افكتيف ما راح تحل المشكله. طبعا هاي في عندنا تايب اوف الالرجين، في ناس عندهم الالرجين من الحيوانات بس في عندهم حساسيه من التعامل معهم من لمسهم. طيب تمام، هذول تقدروا تقراهم لحالكم من القطط، طبعا في ناس عندهم حساسيه والاشياء السيزونال زي ما ضربت مثال انا عليها اللي هي اللي احنا بنسميها الهي فيفر او الروز فيفر. هي فعليا ما بصير في فيفر، في فيفر يا جماعه، المقصود في مصطلح الفيفر هنا مش التمبريتشر، يعني ار تيرمز ريليتد تو سيزن اسوسييتد جراس بولنز اند نوت اسوسييتد وذ فيفر. بس احنا ليش سميناها فيفر؟ لان في عندنا انفلاميشن. انتوا بتعرفوا انه تي اي اس او الاي اس دائما معناها انفلاميشن، تمام؟ فهو انا يعني كانه في ستريس، في عندي فيفر ات ذا ليفل اوف ذا تيشو بس ما في عندي تمبريتشر. فهي مصطلحات نستخدمها، هي فيفر او الروز فيفر، مش بالضروره هنا انه المريض عنده حراره، هي مصطلحات للسيزونال الرجيك راينايتس، تمام؟ حكينا عنها طبعا هاي ايش انواعها وبتكون موسميه. الان هذا السلايد مهم، بهمني انا كصيدلاني يوم اجي يجيني مريض عنده الرجيك راينايتس افهم الكومبليكيشن لهذا الاشي. هل في كومبليكيشن؟ اخذته طبعا المفروض ثيرابي تو، بس تاخذ الانفكشن اوتايتس ميديا بالذات راح يكون في لها ربط بينها وبين الالرجيك راينايتس. يوم بعرفش اذا احنا شرحنا الساينوسايتس او لا في الثيرابي تو، بعرفش اذا بشرحوها مره ثانيه. فهل الامراض اللي الساينوسايتس الريكرنت اوتايتس ميديا هذول لهم علاقه مباشره مع الالرجيك راينايتس؟ سمبلي طبعا ليش؟ بسبب الاناتومي، النوز والايرز جنب بعض، تمام، والساينس انسايد. فالالرجيك راينايتس كان كوز بوث ساينوسايتس اند اوتايتس ميديا، وبوث كان كوز الالرجيك راينايتس، وكلهم بيعملوا كوز لبعض هذول الثلاثه كونديشن. وزي ما حكيت السبب بسيط جدا، الاناتومي لهاي الاعضاء لهاي الاشياء. فالمرضى اللي بيكون عندهم الالرجيك راينايتس احتماليه كبيره يصير عندهم ريكرنت اوتايتس ميديا. طبعا الهيرنج لوس هاي بنحكي قاعدين على الرير كيسز مش على الكومنلي، يعني لازم يصير في عندي اكثر من تعرض واكثر من حال الى كرايتيريا، بس انا بهمني تفهموا الريكرنت اوتايتس ميديا. فالمريض اللي بيصير في عنده ريكرنت اوتايتس ميديا احتمال كبير انه يكون في عنده مشاكل ثانيه، الرجيك راينايتس، ساينوسايتس. فاحنا بهمنا نفهم هالاشياء علشان نقدر نعالج المريض، تمام؟ طبعا السيمتومز اكيولر في الاي برضه بسبب الاناتومي اوف ذا نوز. في عندنا نيزل لانه احنا بنحكي عن انسايد ذا نوز. الان في السيفير كيسز يا جماعه بصير في عندي لوس اوف تيست اند سميل، تمام؟ يعني كلوس كامل، ككومبليت لوس اوف تيست اند سميل، هذا بيكون يعني في الـ يعني انتريتد اليرجيك راينايتس او يعني السيفير كيسز اوف اليرجيك راينايتس. جماعه الكل معي؟ حاسس حالي بحكي مع حالي انا. معك دكتور، معك. يلا كويس. طيب
سكر المايك بس. أيوة تمام. فالloss of taste أو smell هذا بيكون في severe cases of allergic rhinitis، يعني هو بصير partial loss، يعني المريض اللي عنده allergic rhinitis ممكن يصير في عنده partial loss بس ما بصير في loss of taste، التيست بيرجع تمام. لكن متى بصير كثير في loss عندي؟ في severe cases طبعا، ما بصير في عندي complete loss في أي كيس مهما كانت severe of allergic rhinitis، يعني ما بصير في عندي damage هون لعملية اللص أو اسمل. لكن زي ما بتقول والله مرشح مش بتيجي عندك واحد عشان سهل لكم إياها، والله مفلوز والله من الشام، بيجي واحد بيقول لك شوف اللي العطر حلو، بتقول والله من الشام رشح أنا. فهاي التايب اوف لصز اللي احنا بنحكي عنها. الآن كمان إذا صار في عندي كونديشن في سواء كانت ساينوسايتس أو أليرجيك راينايتس أو حتى في رير كيسز بوتايتس ميديا، ممكن صير في عنا بوست نيزل دريب، وطبعا هي اكثر شيء كومن مع الالرجيك راينايتس. البوست نيزل دريب عارفين ايش يعني، سالتها قبل وعارفين بصير في عندنا دريب يعني بينزل على الثروت، فممكن يصير في هالحاله عندنا سور ثروت. السور ثروت هنا اللي نقصد فيها بتكون نون انفكشيوس يعني انفلاماتوري، لكن اذا هاي السور ثروت كان في عندنا اذر بري اكزيستنت انفكشيوس كوزز، ممكن يصير في عندنا هون كومبليكيشن فايرال او بكتيريال سور ثروت في هاي الحاله تمام. فهاي الاشياء كلها دائما يعني بتأدي إلى بعض، can lead to each other، والسبب حكينا الأناتومي للنوز. طبعاً سيستميكلي أسألي أسف عن مقاطعة. هلأ فقدان التست بيكون reversible؟ reversible هذا الإشي اللي بدي أقصده تمام؟ يعني مليح يا زميلتكم أنا شرحتها، مليح أنا سألت السؤال، نقصد فيه reversible مش irreversible، ما بصير في complete loss، ما في irreversible، يعني مش مريض عنده allergic rhinitis ببطل يعني يستطعم التيست أو السمل. طيب systemic، طبعا systemic side effect هاي بدنا ننتبه عليها شوي، في عنا ماليز وفي عنا فتيق، هاي الأشياء subjective measure تمام، يعني حسب ما المريض بيحكي فيها. فsystemic side effect هاي بتعتمد قديش allergic rhinitis annoying للمريض، قديش التريتمنت از افكتيف ولا مش افكتيف. فاذا كانت، وهي على الاغلب ريليتد مع المودر تو سيفير تايب اوف اليرجيك راينايتس، بس برضه بدنا نيجي نحكي انه هاي سبجكتيف ميجر، شو بيحكي لك المريض. زي اليه البين، في ناس عندهم حساسيه للبين اكثر من الناس الثانيين، فانت يو هاف تو بي كيرفول. بيجي بيقول لك والله انا تعبان كثير، هو بجوز يكون قصده صار له ربع ساعه تعبان، بس في ناس تعبان كثير يعني ساعتين، فلازم يعني تساله شو بتقصد بتعبان، قديش صار لك تعبان تمام. فهاي الاشياء سبجكتيف، يو هاف تو بي كيرفول، لانه حتى الاطباء يوم يسالوا عنها بيسالوا عنها بهاي الطريقه بدهم يتاكدوا، لانه البريفرنسز تاعت المرضى مختلفه. واحد اذا صار تعبان ربع ساعه بيقيم الدنيا وبيقعدها، وفي مرضى لا بيتحملوا اكثر. فعمليه اخذ المعلومات من المريض مهمه لك في الكوميونتي فارماسي يوم تتعامل مع المرضى علشان تعالجهم من هاي الاشياء، لانه ممكن تيجي يقول لك والله تعبان كثير، تروح تعمل له ريفيرال، يجي الطبيب يضحك يقول شو اللي بتعمله، ما فيش عنده هذا، صار له ربع ساعة تعبان. فيو هاف تو بي كيرفول بالتعامل مع هاي السيمتومز، خاصة إذا كانت سبجكتيف بهاي الطريقة، لأنه إذا كانت فعلا مش سبجكتيف هو بيعني ما يقول تحتاج ريفيرال، في عندي سيستميك تأثير هنا، معناته المريض ريكواير أبجريد أوف تريتمنت، هذا المقصود في هاي العملية تمام. طبعا في عملية الديسيز مانجمنت الآلية واضحة، فيرست أفويد الأوفندينج أليرجي أليرجين تمام، رقم واحد، بعدين نعطي الفارماكوثيرابي. لكن if the allergen is not avoided، الفارماكوثيرابي قد ما تكون effective في النهاية السبب موجود في عملية الالرجي تمام. طيب في عنا أنواع للtreatment of يعني allergic rhinitis. الموست كوملي used medicine antihistamine، في عنا decongestant، في عنا muscle stabilizers، مين بيحكي عنهم؟ انتوا بتاخذون في الأزمة الكروميلين والنيدوكروميل، طبعا هذول مش كثير كوملي used. والميكولايتكس هذا ليش نستخدمه؟ الميكولايتكس اذا في عندي اسوشيتد ميوكوس برودكشن، حكينا في بعض التايب اوف اليرجي بيصير في عندي ميوكوبيورولنت برودكشن اذا بترجعوا على الجدول، فممكن هذول يحتاجوا ميكولايتكس. لكن ككلاسيكال تريتمنت اوف اليرجيك راينايتس، ايش الادويه الرئيسيه؟ احنا بنعطي انتي هيستامين، بعدين اذا مش نافع ممكن نضيف ديكونجستنت اذا في عندي كونجستشن، طبعا اذا ما في عندي كونجستشن والانتي هيستامين الون از نوت انف. حسب إذا كانوا أطفال ممكن نستخدم الماسل ستابيلايزر أكثر، إذا كان المريض أزمتك ممكن نستخدم الماسل ستابيلايزر سواء كان أطفال أو كبار، فبيكونوا لهم دور بالاثنين تمام. الميكولايتكس is just for
lysis of mucus production أو mucopurulent production due to allergic rhinitis. إذا بدنا نيجي نحكي بطريقة إيش الجولد ثيرابي، مش الجولد ستاندرد ثيرابي، الجولد ثيرابي الموست إفكتيف تريتمنت اللي هي الستيرويد. هاي بهمني تعرفها كفارماسيست، بس ما بهمني المريض يعرفها. بهمني تعرفها كفارماسيست إنه في حالات إذا بدنا نسميها ريفراكتوري أو does not respond للتريتمنت، الجولد ثيرابي في هاي الحالة بيكون عندي الستيرويد، النيزل ستيرويد، اللي طبعا تحتاج سيستميك ستيرويد. Use of systemic steroid is very rare for allergic rhinitis. هذا بيكونوا rare selected cases of patient. بيكونوا على أغلب عندهم معظم الأتوبيك ديسيز. ممكن نعطيهم الانجكتبل. بس إحنا بنحكي قاعدين هون في الجولد نحكي عن نيزل ستيرويد. تمام؟ بهمني تعرف هاي المعلومة، المريض بهمني يعرف إنه إحنا بنخليه على lower limit of steroid عشان ما يصير في عنا steroid dependent في هاي الحالة. تمام؟ الاميون ثيرابي، وهذا بدي تحكوا لي برضه هوم وورك يا جماعه. مع بدايه المحاضره صار في عندنا تو هوم وورك. الفازوموتور راينايتس ليش بياثر على لومن اكثر، وات ار ذا تايب اوف اميون ثيرابي ذات ار ريكومندد فور تريتمنت اوف الرجيك راينايتس، متى بنستخدمهم هذول. طبعا هون الكرايتيريا، ليش انا بسال السؤال، لان الكرايتيريا الموجوده في السلايد شوي عامه. اميون ثيرابي از انديكيتد فور بيشنت هوز سيمبتومز كانوت بي ادكويتلي كنترولد وذ ميديكيشن. لازم يكون في كرايتيريا للمرضى هذول اللي هم they are not controlled adequately with medication، لأنه هاي بتصفي العملية. إذا ما في كرايتيريا بتصفي العملية subjective. تمام؟ طبعا symptoms occur most of days of the year، نحكي إنه هون قاعدين نحكي severe، بس هذول الجملتين is not enough. يعني أنا ما بقدر في الامتحان جيب لك سؤال إذا كان A أو B معناته لازم أستخدم immunotherapy. ما بدي تفهموا هاي الطريقة. في كثير أدوية أنا بستخدمها قبل ما أبلش للimmunotherapy treatment. في حدا عنده سؤال على هاي الأشياء وإيش هو الهوم وورك؟ في حدا عنده سؤال؟ في حدا موجود معي بعد بالمحاضرة؟ موجودين دكتور. أنا عارف إنكم موجود. الكل أنا مبين من عندي مين الموجود. بس ليش أنتوا يعني؟ ما دكتور. بدي تفاعل منكم أكثر، لأنه غير هيك. يعني بحس انه ما فيش تفاعل في المحاضرة. طيب نرجع للإشي المهم، بدكم تعرفوا شغلة انه انا الإشي اللي بعطيك منه هوم وورك بدي هاي المعلومة ما تنساها طول عمرك. بديش تقرأ سلايدات وتتعلم إشي نظري والله الاميون ثيرابي بستخدمها هو السيمتومز كانت بي ادكويتلي كنترولد ود ميديكيشن. مين اللي بحدد وبناء على ايش هذا الكلام؟ هذا كله سبجكتيفلي. بدي إشي انا اقيس عليه متى كان هذا كنترولد ولا مش كنترولد. ايش المقصود بهاي المعلومة؟ شو الادوية اللي اخذها؟ تمام. سيمتومز اوكير موست اوف ذا يير، most of days of the year. هل symptoms controlled ولا لا؟ هذا الكلام كله general. تمام؟ فإحنا ما منعالج. دائما remember one thing or two things. We don't create symptoms. We don't create numbers. We create human being. تمام؟ فلازم you have to collect the right information. في حد عنده يعني سؤال هاي المعلومة؟ أنا دائما بحاول أعمل stress للأشياء اللي أنا بشعر ممكن الطالب يغلط فيها أو ما يعمل يعني أهمية لها. في حد عنده سؤال عليها؟ ولا حدا عنده سؤال؟ إذا ظلوا ساكتين بعرف إنه ما حدا عنده سؤال. احكي حدا. دكتور بدي أسألك، نحن الكورتيزون بيعطوه بالصيدليات إبرة التحسس، يعني مو مثل أنت ما بتحكي ولا بيسألوا أصلاً إذا أنت بتتحسس ولا لا؟ عادي فيك تطلبها للإنجكشن، هي بتكون للتكسور وعادي. يعني كتير أشخاص بعرفهم يعني بيروحوا بيشتروها هيك، يعني ما بيدققوا كتير. أنت بتمانك عم تدقق على الكورتيزون وهيك. طب بدي اسالك سؤال، اذا انت كنت في بريطانيا وامريكا ورحت على الصيدلانه قلت له اعطيني ابره كورتيزون بيعطيك اياها؟ ما جربت روح على بريطانيا. طيب انا بقول لك ما بعطيك اياها. ليش ضربت لك مثال هاي الادويه؟ الادويه قال هاي الدول. ليش؟ لانه هناك في عندهم بوليسز، يعني في بوليسز بتنظم عمليه اداء الكوميونتي فارماس. انت حكيت جمله مهمه وانا مش ضدها. احنا ليش مندرسكم هاي الماده بهاي الطريقه؟ وانا ليش مختار ادرسكم هاي الماده بهاي الطريقه؟ علشان تغيروا هاي unfavored not rational practices أو unrational practices. هذا الاشي غلط. تمام؟ ما بصير يعني أنا احكي يعني انه دكتور انا من حكيك حسيت انه كتير كتير يعني انه غلط وهيك وشيء كتير مهم انه ما نط فورا على الستيرويد. بس انا على الممارس يعني الاشخاص اللي بشوفه انه بكل سهولة، حتى الدكتور ما الصيدلي ما بيسأل اي شيء، خلاص بيشتريه وخلاص. يعني
طيب أعطيك مثال بسيط. أنت يعني بيعتبروه إنه كمان كتير سيف كمان شو يعني ما بيسألوا أصلاً أنت عندك أليرجن من شيء معين بتعد عنه أو هيك يعني ما بيحكوا هذا الشيء. طيب أنا بدي أوضح لك النقطة هاي مهمة كثير بعدين الأشياء الثانية بنمشي عليها بسرعة. أعطيك مثال أنا عندي سيزونال أليرجيك راينايتس تمام؟ أنا بعرف إنه ممكن أنا أخذ إبرة وهاي الإبرة تكون إفكتيف معي all throughout the season تمام؟ لكن أنا ما بستخدمها بستخدم الأنتي هيستامين. ليش؟ لأن الأنتي هيستامين is enough. الآن في زملاء اللي صايد اللي بيستخدموا الإبرة هل هذا favored أو rational practice؟ طبعا لا. You have to start with the lowest effective treatment. Lowest من حيث الكوست يعني قصدي آسف cost effective treatment يعني السيفتي تاعها أحسن. فهاي lowest risk. الستيرويد فيها risk الانجكتابل. في ناس بيجي بيقول لك دكتور ما هي كلها one injection. We don't know هاي one injection شو بتعمل. تمام؟ في ناس بياخذ ستيرويد بصير في عندهم ايش؟ مين بقول؟ شو بصير في عندهم؟ احكي راح صوتك مقطع. ما كان واضح. احكي ايش بصير؟ هلا الكورتيزونات يعني سايد افكت الى مثلا ادي مع ارتفاع الضغط هذول بس ماشي بس هذا في حالات يعني النقطه اللي بوضحها انه جنرال وان انجكتابل اوف كورتيكوستيرويد ما بيعمل سايد افكت بحكي قاعدين على الكرونيك ولكن ايفن ذو انت ما بتعرف شو البيشنت كاركترستيك اللي بدك تعطيه الانجكتابل هذا ما عندك هيستوري عنه فما لازم تعطيه اذا ما عندك كومبليت انفورميشن ما بتعطي هذا المريض فاحنا اصلا ما عندنا انفورميشن بالمره عن المرضى بنيجي نعطيهم انجكتابل ستيرويد ممكن يكون في كونترا انديكيشن ممكن بدك تعطي الستيرويد وذ كوشن حتى الانجكتابل وان انجكتابل فما دام ما في عندنا معلومات كافيه عن المرضى بنستخدم الكوست افكتيف تريتمنت الاقل كوست عشان يقدر المريض يشتريه اللي هو الانتي هيستامين تمام الاكثر سيف واللي ما بيعمل مضار جانبيه تمام قدرت اجاوبك فهمت السؤال جاوبته اكيد هاي الآلية بس اللي بيهمني أنا تتعاملوا معها يعني في عملية علاج المرضى طبعا في ناس كثير احكي أنا يعني أنا زوج من الناس اللي بياخدوا هاي الإبرة اللي كل 3 شهور لأنه هو هيك بس أنه يعني هلأ صرت عندي معلومة أنه قبل ما بعرف هاي المعلومة هلأ صار عندي معلومة أنه ما لازم هو ياخدها عكيفه بما أنه الصيدلي عم يعطيها هيك أنا لحالي لازم صير أحكي له أنه ما لازم ياخدها بياخد الأنتي هيستامين عادي بدك تنتبه لشغل البيشنت بريفرنسز بهمه ياخذ الابره وما يتاثر كثير لكن متى بصير يهمه ما ياخذ الابره اذا صار بروبيرلي ايجوكيتد لكن احنا اذا الفارماسيست مش بروبيرلي ايجوكيتد مين بيعمل ايجوكيتد اذا الفارماسيست قاعدين دي رونجلي انفورس البيشنت على رونج براكتس مش انتنشنال يعني ممكن ما بيعرف الفارماسيست هاي الاشياء تمام فانت وظيفتك كفارماسيست انك تشتغل الاشي الروشنال وتغير الثقافة الخاطئة عند المرضى وعند الصيادلة وعند الصيادلة قبل المرضى لأنهم هم مشكلة كبيرة إذا عندهم أخطاء بتكون تمام؟ بدي أمشي على السلايدات هي المحاضرة هي مسجلة بدي أشوف إيش الأشياء المهمة هلا بريفنتيف ميجر حكينا عنها إذا مثلا في ناس عندهم حساسية من التكييف باللي هوميديتي من هاي الأشياء في ناس إذا الفاكيوم الكلينرز تشتغل بصير في عندهم حساسية منها فلازم المريض يعرف إيش الأشياء اللي بتحسس منها طبعا هذا السلايد اقراوه عن شو التايب اوف يعني اذا في قطرات مرات بصير في حساسيه لهم تستخدم قطرات فهذا يعني مش بتقدر تقراوه لحالكم حكينا عن هاي الادويه طبعا انا بهمني شغله تعرفوها في الانتي هيستامين حكيناها في المحاضرات السابقه بس للتاكيد عليها حكينا على اليورين ريتينشن ومين المرضى اللي وذ كوشس بنعطيهم الانتي هيستامين حكينا على بروستيت وحكينا عن مرضى الجلوكوما لانه هاي الادويه ممكن تعمل بلرد فيجن تمام بالنسبه لقضيه الفيرست والسكند جينيريشن انتي هيستامين بدكم تعرفوا انه بوث ار سيديتيف لكن السكند ار لايكلي مور لايكلي للسيديتيف وكلامي دقيق بوث كان كوز سيديشن لكن السكند جينيريشن ار مور لايكلي تو كوز ليس سيديشن ذي كلاسيفايد تو بي از ليس سيديتيف ليش انا بعطي هالمعلومه بهاي الطريقه علشان في بعض الصيادله يفكروا انه السكند جينيريشن وبقول للمرضى لا عادي هذا ما بيعمل سيديشن طب انت ما بتعرف شو الكونكرنت دراج تريتمنت لهذا المريض ممكن باخذ ادويه اصلا تعمل له سيديشن وانت قاعد تعطيه اوفر ذا كاونتر ما عندك انف انفورميشن لكن اذا اجى المريض بقول لك هذا بينوم كثير ولا ما بينوم بدك تكون معاه دقيق تقول له في ادويه بتنوم كثير وفي ادويه بتنوم اقل بشكل اقل هذا من الادويه اللي بتنوم بشكل اقل لكن اذا انت بتاخذ ادويه ثانيه ممكن
تهبط فهون بزيد عند الريسك. تمام؟ فدائما نكون دقيقين في اعطاء المعلومه، وما بنكون دقيقين في اعطاء المعلومه الا اذا احنا فهمنا المعلومه بشكل الصحيح. تمام؟ طبعا الانترانيزال ديكونجستنس بتحكي عليه فيدرين وسيدو فيدرين ومجموعاته، هذول اقراهم لحالكم يعني مش راح انا اجي. حلو تعمل تشوف الكلاسيفيكيشن للشورت اكتنج والانترميديت واللونج اكتنج، ممكن يجيكم سؤال ضع دائره في الامتحان، بونص هذا طبعا. تمام؟ هذول بدي امشي عليهم بسرعه، بتقدروا تقراهم لحالكم. دي كونجستنت سايد افكت، طبعا انتم بتعرفوا انه توبيكال او مينيمالي ابزوربد سيستميك سايد افكت ان فريكوينت ومينيمال، هاي بتعرفوا هاي الاشياء. اللوكال اريتيشن بيكوز اوف ذا بروبيلنت اور فيهيكل، شو بنقصد على اللوكال اريتيشن هون؟ لوكال اريتيشن بيصير في عندي انفلاماتوري ريسبونس بسبب البروبيلنت اللي موجود في في القطرة أو في البخاخ، إذا في decongestant بخاخ. تمام؟ هذا الirritation بيكون inflammatory of the cause. طبعا حكينا عن rebound congestion rhinitis medicamentosa إذا كان أكثر الاستخدام من 3 إلى 5 أيام. تمام؟ طيب عشان المحاضرة خلصت أنا بحاول بستعجل فيها، المفروض أنها إعادة فنحاول نعطيكم الأشياء المهمة. هذول الأشياء قرأوهم لحالكم، الاستيرويد وال... أنا أصلاً أتوقع أني ما كملت في تسجيل هاي الأشياء، صح؟ هذا معي أصلاً بالمحاضرة؟ هيثم سوسن احكي. تمام؟ معك دكتورة. تمام. طب أنا أنا حاب أكملهم، في حدا عنده محاضرة ثانية؟ في حدا منكم عنده محاضرة؟ تعطوني 10 دقائق لازم أخلصهم هذول. تمام؟ لأن هاي المحاضرة مسجلة راح يشوفها الكل. في حدا عنده محاضرة هسا؟ دكتور من عند الديكونجستشن إنه إذا بتشرح لنا أسماء الأدوية أو شو اللي بدنا نستخدمه. طيب قصدك من هون؟ من هون صح؟ طيب هذول الأدوية بشكل عام بتلاقوهم توبيكال انترانيزل، يعني توبيكال فورميليشن. الشورت أكتنج يعني from 4 to 6 hours generally بعطوا الإفكت. إفيدرين، إبنفرين، نفازولين، فينيلفرين، تتراهيدروزولين، هذول كلهم فورميليشن موجودين في الصيدلية بيكونوا. الانترميديات أكتنج زايلوميتازولين من 8 إلى 10 ساعات ديوريشن، واللونج أكتنج الأوكسيزايلوميتازولين. طب أنا متى بستخدم، إذا فهمت سؤال سوسن، متى بستخدم أنا الشورت أكتنج انترميديات واللونج أكتنج؟ بدياك أنت تجاوبي. يعني أنا إنه هني بيفرقوا عن بعضهم بالإفكت ولا بيعطوا نفس الإفكت؟ هم بيعطوك الإفكت لكن حسب الديوريشن. فمين اللي بيحدد إني أستخدم لونج أكتنج ولا حسب الأدوينس؟ يعني إنه مشان إنه عدد المرات نقللهم، بس إذا الإفكت بيختلف ما بعرف. حسب التايب أوف، حسب التايب أوف أليرجيك راينايتس. شو يعني حسب التايب اوف اليرجيك راينايتس؟ صعبتها دكتور علينا هيك. حسب النوع الالرجي اللي عنده. طيب يعني مثلا الشورت اكتنج وين ممكن حسب السيفيريتي يعني للكيس. السيفيريتي اكيد لها دور، لكن يعني هل الـ الشخص اذا رش له عطر صار يعطس استخدم اللونج اكتنج في هالحاله؟ لا طبعا. لا بس لا شورت اكتنج. تمام؟ يعني هي short acting تيجي أكثر لل signs and symptoms. يعني إذا كانت allergic rhinitis is a byproduct is not a disease، يعني مش هذا المريض عنده allergic rhinitis perennial أو عنده seasonal allergic rhinitis، الحساسية مستمرة على طول اليوم. إذا الحساسية مستمرة على طول اليوم seasonal، في ناس بتحسسوا إذا شم ريحة الزيتون الصبح بيظلوا عاطس للمساء وبصير في عنده فعلا rhinitis، هذا بتستخدم له intermediate أو long acting. الديبند يعني هاي البيشنت سبيسيفيك. في بعض الناس وحالاتهم قليلة هذول، يعني حتى السيزونال ترى معظمهم بيستخدم الانترميديات واللونج اكتنج، لكن في بعض الناس حتى في السيزونال لا بس الصبح اذا اخذ يعني شورت اكتنج ممكن يكفي. اللي بيحدد فيه الاعطاء المريض وكيفية استمرار الاعراض عنده. تمام؟ وشو الاستيمولس اللي اثر عليه؟ في ناس بترش شطر قدام وبيعطس مكانك ما اصلا بيحتاجش دواء، يعني خلص
واذا كان عنده اليرجي بيحتاج دواء في بعض الحاله، بس انت بتعطيه شورت اكتنج. تمام اللي سال؟ تمام سوسن انت اللي سالتي صح؟ وين راحوا الطلاب؟ تمام ولا لا؟ تمام دكتور. طيب تمام، سوسن شكلها ضاعت. عفوا دكتور، بس كنت مسكرة وفاتحة اشي لبين ما رجعت على المحاضرة. يعني ما سمعتيش جوابي؟ طيب مش مشكلة. لا عاملة الميوت عندي، مسكرة الميوت عندي، عرفت شلون؟ طيب ماشي. مش بس عم بسمع المحاضرة يعني. طيب ماشي مش مشكلة. الأوبثالميك دي كونجستنت for the eye, preparation for the eye بتعطي نفس الإفكت. السيستميك دي كونجستنت احنا اللي هم نحكي قاعد عنهم الأورال زي السيدوفيدرين، أكثر إشي كوملي يعني موجود في الفورميليشن، بيكون موجود في الكولد أند فلو، موجود في في أذر فورميليشن، البنادول كولد أند فلو ترايفيد بلس وهاي الأشياء. طبعا هون السؤال، إذا أنت مثلا ما في عندك يعني كومباينيشن إلا زي هاي الأدوية بلس باراسيتامول، هل إنه سيف احنا نعطيه؟ إذا ما في بديل أعطيه، بس إذا في عندك سيدوفيدري مع انتي استامين لا تعطي الباراسيتامول لانه ما في نيد، الا اذا كان انفكشياس كوز اوف اليرجيك راينايتس. تمام، دائما اي ادد تريتمنت مهما كانت سيف ما في لازم يعني ليش بدك تعطيها، هيك دائما حطوها على البالانس، لانه هذا كثير الناس بس يعني هاي براكتسز انا بشوفها كثير، مريض بيكون عنده اليرجيك راينايتس بيعطيه بلس باراسيتامول، دوز هي نيد باراسيتامول او شي نيد باراسيتامول؟ اذا في عندك كومبينيشن انف انتي استامين سيدوفيدرين ما في مشكله، ما في داعي تعطي الباراسيتامول. تمام، طيب هذول حكينا عنهم السلايد افكت. طيب اذا صار في عندي ريباوند كونجيشن، هذا السلايد مهم كثير، شو بتعمل؟ سلو ويذدرول اوف توبيكال دي كونجستنت وان نوستريل ات ا تايم. شو يعني؟ يعني ما توقف فجاه يا جماعه، هاي معنى سلو ويذدرول اوف توبيكال دي كونجستنت. واضحه؟ replacement of topical decongestant with topical normal saline. النورمال سلاين. طبعا هون في مشكله، هون بدك تعمل replacement slowly لانه برضه النورمال سلاين ممكن يعمل dryness، والدراينس كان exacerbate rebound congestion. فانت بتبلش at one nostril at a time وبتبلش تدخل تعطي normal saline، بس ما بتعمل excessive use للنورمال سلاين. تمام، if needed يعني معناها اذا نقطه واحد واثنين was not enough تستخدم التوبيكال ستيرويد. تمام، اند سيستميك دي كونجستنت، لكن ما اللي احنا هم نستخدم التوبيكال ستيرويد في هالحاله. ماشي، طبعا احنا بنحكي انه جنرال سبيكينج تحتاج 2 ويكس باي يعني ديسكونتينيويشن اوف توبيكال دي كونجستنت، بنحتاج 2 ويكس عشان يرجع. طبعا ليش انا قلت احنا دائما نستخدم التوبيكال ستيرويد ما بنستخدم سيستميك دي كونجستنت؟ ليش يا سوسن؟ يعني كنت اتناقش انا وياك بهذا الموضوع لانك انت اللي سالت السؤال. فعلي المايك واحكي لنا يا سوسن. ليش؟ التوبيكال حكينا انه اكثر يعني فيه بصير اكثر، بس ما بيمنع اذا اخذت سيستمك انه يكون في سايد. بس ايش معنى هذا الكلام؟ انه اذا المريض بيحتاج انه يستخدم السيستميك دي كونجستنت وما بدي اعطي توبيكال ستيرويد، ممكن ابدل النيزل للسيستميك دي كونجستنت، بس احنا اجمالا ما بنحاول نعرضه للدي كونجستنت مره ثانيه، فبنعطيه الستيرويد مؤقت وبنعمل تيبرنج للستيرويد. وضحت هاي معناها الجمله؟ ففيش داعي نحطه في الريسك اصلا، هو عنده ريباوند كونجيشن ليش اعطيه سيستميك دي كونجستنت؟ لا، في الحاله بعمل ابجريد للستيرويد، بعطيه نيزل ستيرويد، بشيل كل الريباوند كونجيشن اللي صار عنده، بعدين بوقفه يعني جراجولي وبرجعه على التيبيكال تريتمنت على الانتيستامين في هالحاله. فذير از نو نيد اني انا اوقف النيزل واعطي سيستميك دي كونجستنت لانه ستيل ذير از ا ريسك اوف ريباوند كونجيشن. فهاي نوت فيفربل ايفيدنس بيست براكتس. تمام، طب دكتور بس لازم بروح احكي. هو بيروح على يعني على تبكي النورمال سلاين الريباوند، بس انه اساس استخدمناه لحاله زي ما حكيت. اول شيء يو هاف تو سلو ويذدرول توبيكال دي كونجستنت، ممكن النقطه الاولى تكون انف لانه الريباوند كونجستن مش سيفير يكون عنده.
ممكن نعطي النقطة الأولى والنقطة الثانية وتكون إناف، لأنه ممكن يكون مودريت ريباوند كونجيشن. ممكن في حالات سيفير ريباوند كونجيشن النقطة الأولى والثانية مع بعض إز نوت إناف، فبنحتاج نعطي ستيرويد في هالحالة. تمام؟ أوكي. الأشياء اللي بفشق عنها اقرأوا لحالكم، مش كثير مهمة. طبعاً هون الديكونجستنت أدفانتجز للسبراي والدروبس والإنهيلرز للسبراي بيمني تعرفوا الشغلة واحدة إيش هي. مقارنة بالدروبس. السبراي بخاخ ضمن الأنف؟ بس إيش يعني؟ لا السبراي شو بيفرق على الدروبس؟ الدروب بتعد بتعدهم بيكونوا نقط واضحين، أما السبراي بيكون ضغطة يعني بخاخ. بس شو يعني أنا كفارماسيست بهمني أفرق بينهم؟ السبراي أكثر بيعمل دراينس، فبزيد الريسك أوف ريباوند كونجيشن. الدروبس أفضل في هاي الحالة. السبراي بيعمل نشفان في بعض الأحيان بسبب إيش؟ بيعمل دراينس، بيعمل إريتيشن للنوز. مش لكل الناس طبعا، بس للناس الاكثر عرضه يصير عندهم هاي المشاكل ريباوند كونجيشن. فما منفضل اذا المريض كان عنده هيستوري اوف ريباوند كونجيشن نعطيه سبراي، في هاي الحاله بنعطيه الدروبس لانه ليس اريتابل. تمام. طبعا الدروبس زي ما بتعرفوا كفورميليشن هو افضل شيء للاطفال، بس الكبار بيستخدموا الدروبس بسبب انه السبراي ايش تعمل دراينس، خاصه فيما يتعلق في الالرجيك راينايتس. هاي الاشياء بتتعلموها من الفيدباك تاع المريض، بقول لك لا اعطيني دروبس، ما بدي سبراي، بنشف الانف. فهنا يو هاف تو جو وذ بريفرنس اوف ذا بيشنت. في هاي الحاله في ناس بقول لك اعطيني سبراي، لكن اذا انت شفت انه هو عنده ريسك وهو مش عارف الريسك بتنبهه انه ما بدنا نعطيك سبراي، نعطيك دروبس لانه صار في عندك ريباوند كونجيشن. تمام. الانهيلر بتفرق انه دي ويل جو تو ذا لانج مور. التوبيكال انتي انفلاماتوري الستيرويد نازونكس من اكثر الادويه اللي بيستخدموها للنوز وهي ستيرويد. تمام. انتبهوا شو مكتوب: the most potent and the most effective drugs available for the management of allergic rhinitis, the gold therapy but is not the gold standard therapy. The standard therapy is antihistamine. The gold therapy is the most effective therapy. لكن ما ببلش فيها، وهي النقطة انتوا لازم تنتبهوا عليها الأطباء بشكل عام، خاصة الأطباء اللي مش شاطرين، بحب دائما يعطي اعلى افكت عشان يقولوا عنه طبيب شاطر او مش بهاي الطريقه، او ما بيكون عنده معلومات انف للعلاج، فبروح بيعطي انهيلر اوف ستيرويد وهذا الاشي لا يجوز. نوت ايفيدنس بيس براكتس، نوت راشونال تريتمنت. هاي اللاست تريتمنت، ما بصير انا بلش في الموست بوتنت موست افكتيف دراج. تمام. طبعا هاي الكل المعلومات ليش طبعا هي، انتوا بتعرفوا الستيرويد هو البيست انتي انفلاماتوري ميديسن موجود عندنا، الماجيك دراج اللي احنا دائما نحكي عنه. تمام. طبعا توبيكال. الان احنا بدكم تعرفوا انه حتى الستيرويد كسبراي مش يعني بناين انه ما يعمل اريتيشن، بيعمل اريتيشن بس هو اقل شيء. شو يعني ايبستاكسز؟ يلا حركوا لي حالكم، شو يعني ايبستاكسز؟ انا بعرف مصطلحها في العربي بس ما اعرفش كومن. هيثم شو يعني بس ممكن رعاف او اشي هيك؟ ايوه رعاف. رعاف طب ليش ستيرويد بيعمل هيك؟ ممكن لانه بيعمل فيزو كونستريكشن. ممكن شو رايكو؟ ممكن. مين اللي حكى فازو كونستركشن؟ الاء صح؟ انا. طيب بدك تحكي لنا ليش المره الجايه؟ هيك صار فينا كثير اسئله، بس احنا ماشيين بالماده كويس مش مشكله. طيب ان شاء الله. لانه هذا الافكت اوف ستيرويد في الابستاكس، يعني كيف بيعمل الابستاكسز كثير لازم تعرفوه.
يعني هيك سوسن وقلاء. وفي سؤال سألناه للكل، ايش هو السؤال عشان انا ما انسى؟ في ثلاث اسئلة سألناهم، بتاعت البازوموتور وفي الشغلة الثانية اللي نسيتها الان، الاميون ثيرابي. ايوه الاميون ثيرابي، مين جيب لنا؟ هيثم بدك تجيب لنا على الاميون ثيرابي، ما انك حكيت قال هسه بطلع تبشر بالخير. تبشر بالخير يا رب. تمام. طبعا الكروميلين صوديوم النيدوكروميل، يعني بغض النظر عن المكتوب في السلايدات، بيهمني تعرفوا انهم هم اكثر تريتمنت لمين؟ يا اما اذا المريض كان ازماتكس، عنده ازمه، ممكن يكون طبعا حسب الستيب وايز ابروتش برضه في الازمه. لكن اذا في فيرابل وبياخذ هاي الادويه من الصغر يكمل عليها، خاصه اذا عنده اتوبي. تمام. يعني احنا يوم كنا نعطيكم على الستيب وايز ابروتش ما كنا نعطي عن الازمه وذ اذر تريتمنت، ترى وذ اذر اسف كوموربيديتي. لكن بشكل عام اذا كان مريض عنده اتوبي، عنده يعني الرجيك راينايتس بلس ازمه، الكروميلين والنيدوكروميل بيكون از ا جود تشويس لهذا المريض، لانه هذا معصل ستابلايزر بيعطيني افكت على اثنين. الميكولايتكس بتعرفوا ايش هي. طب الاكسبكتورنت احنا متى بنستخدمها؟ هل بنحتاج لها كثير في الالرجيك راينايتس؟ ومتى؟ لما يكون في بريدكتيف كف كأنك. طيب شو كمان؟ متى بصير في عندنا البرودكتيف كف؟ يعني اللي بدي اقصده مش كل حالات الالرجيك راينايتس. اذا صار انتقل لا من الابر لللور بعد ما صار عندي بوست نيزل دريب، ممكن في هاي الحاله نحتاج نستخدم. لكن هاي الادويه از نيدد، هاي مش الكور ميديسن فور الرجيك راينايتس. الكور ميديسن برجع بعيد للالرجيك راينايتس، الانتي هيستامين، الدي كونجستنت اذا في كونجستشن، على الاغلب معظم الناس عندهم كونجستشن، والستيرويد اللي هو الموست افكتيف تريتمنت. وبدنا نبلش فيهم بهاي الطريقه. الاذر ثيرابيز بنسميهم اد اون ثيرابي، يعني حسب المريض عنده بعطيه. اتفقنا. الاميون ثيرابي ان شاء الله بنحكي لنا عنها هاي ثامن المره الجايه. تمام. هو اللي دكتور اللي بيستخدم اميون ثيرابي بتستخدم الانتي بودي وهيك. بحكي قاعد عن الاميون ثيرابي، ايش التايب لها؟ اللي هي مونوكلونال انتي بوديز ولا ايش؟ ولا ايش التايب الاميون ثيرابي؟ يعني الكو كلكو لازم تدوروا، علشان بس هيثم يحكي لنا عنها، نشوف هيثم حضر مظبوط ولا لا. راح اعطيها 10 دقائق هاي الثلاث اسئله لانه مهمه، واحنا معنا وقت صراحه انه نناقش هاي الاسئله، فبيهمني هاي المعلومات تظلها عندكم للابد. الاشياء الثانيه بنقرا، بنقدر نقراها من السلايدات، مش مشكله، انا بعرف انكم قادرين تقراوها، مش مشكله عندي. تمام. في المحاضره الجايه ان شاء الله بنبلش في الانسومنيا، وراح نحكي شو يعني انسومنيا، شو يعني هايبرسومنيا، لانه لازم نحكي، يوم نحكي عن الانسومنيا لازم نحكي على الوجه الاخر للعمله اللي هي الهايبرسومنيا. تمام. فحضروها، المحاضره سهله، واول 10 دقائق ان شاء الله بنحكي عن الهوم ورك هذا. تمام. الله يعطيكم العافيه ودير بالكم، ستي سيف اول. تمام. اعطي دكتور. يلا انا عشان طولت عليكم مش راح اعطي مجال للاسئله هسه. تمام. خليها للمحاضره الجايه. يعطيكم الف عافيه. طبعا بتعرفوا انتم المحاضره بتنزل عندكم على البوست، بتعرفوا تشتغلوا على المايكروسوفت تيم. يس. بينزل اللينك، بس تصبروا عليه شوي، يعني تعطوه 10 دقائق بينزل دايركت عندي وعندكم على البوست. تمام. يلا كل التوفيق. اللي ما بينزل يحكي. الله يعافيك. اللي ما بيعرف يبعث لي مسج على الموديل، انا شغال برضه على الموديل، يعني شغال هون وهناك، بس معظم الشغل راح يكون على التيم ان شاء الله. يعطيكم العافيه، وبنزلكم على فكره اللينك على الموديل، ما تقلقوا يعني. يعطيكم العافيه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.